منكم رسول الله، أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. الذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة. فلا أجهزت عليه؟ ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه. الديار ضربا بكل بدار.
أحد أهد! أحد أهد! أحد أهد! أحد أهد! أحد أهد! لا تبرحوا مكانكم! لا تبرحوا مكانكم!
حمزة! قتل حمزة! قتل حمزة! أيها المسلمون! إلى رسول الله! دسمة، قد شفيت واشتفيت وحان وقت الوفاء. أنا حر 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 حر
حر. من أذن لك؟ ما بك لا أم لك؟ ما الذي فعلته؟ لا تمسي شيئا دون إذني. ويحك، ما زدت على أن وضعته على نحري، ومن أحق مني به؟ أم تريد أن تختص نفسك بارتدائه؟ ما أحسن هذا؟ هل يراك الناس في حلي هند بنت عتبة؟ من قال إني أردت الخروج به أمام الناس؟ وأين الناس هنا؟ وهل اشترطت عليك هند كيف تصنع به؟ قد صار لك، تفعل به ما تشاء، فإن لم تبعه فمن غيري يرتديه حين نتزوج غدا. ما بك تشيح ولا تجيب؟ ألم تنل حريتك أخيرا وصار لك إرادة في نفسك؟ أليس هذا هو الوعد؟ أنا نلت حريتي، نعم، فماذا عنك؟ تعيرني الآن بما كنت فيه؟ ليس هذا، ولكن كيف أتزوجك وأنت في ملك سيدك؟ أم تحسبين أنه يعتقك من أجل وحشي؟ هذا تبتعني منه بها، لا أحسبه يأبى وهي حلي هند، وأنا بعد أمة للخدمة لا للتسري. هل جننت؟ أنزل عن هذه، إنها مال كثير ومأثرة عظيمة، وما من امرأة شريفة في قريش إلا تتمنى لو كانت عندها. نعم، أثمن مني. لا والله يا وحشي، لم تتحرر حقا، ولا تعلمنا غدا. لا شلت يمينك يا ابن الوليد، شفيت صدورنا وأصبت ثأرنا. لقد بت وليس في مكة بيت لا يتحدث بك ويلهج بالثناء عليك. فلماذا لا أراني مبتهجا مثله؟ أي ثأر هذا الذي يتحدثون عنه؟ بلى، نعرف لمن نثأر، ولكننا لا نعرف ممن نثأر. تحالفنا مع خصوم الأمس بني كنانة، ولقينا بهم أبناء عمومتنا، وأخرجنا عبيدنا معنا يقتلون خيرة فتيان قريش، وكان شأن العرب أن يثأر القوم لأبنائهم من غيرهم، فالآن نثأر لأنفسنا من أنفسنا، ونستعين على ذلك بالعدو والعبيد. الرأي أن لا نتركهم يطمئنون في يثرب، فما زالت العرب تقبل على محمد بعد أحد كأنه لم يغلب فيها. ما وراءك يا وحشي؟ لا شيء يا سيد، لا شيء. قلت لا شيء وراءك، ما يقعدك؟ ألا ترانا مجتمعين في نادينا نخوض فيما يشغل قومنا؟ إن لم يكن بيدك عمل فها هي إبلي، اسعى عليها وأنا آجرك. أو بلغ بالعبد أن يخشى مجالسنا ويرجو أن يخالطنا؟ لم يكن غير سلاح استعملناه. ويلي، ويلي مما فعل بنا محمد. أبي قتله عبده، ثم لا نجد إلا أن نثأر له ولمثله بيد هذا العبد، حتى ينفخ صدره بين الناس ويقول أنا قتلت حمزة، فوالله إن نعل القتيل لخير من القاتل.
انظر طريقك أيها العبد. ريحانة، على رجلك. ابتعد ليرانا الناس. فليرانا من يرانا. ما على حر وحرة أن يخطب أحدهما الآخر من نفسه. نعم، قد عزمت أمري أن أمضي إلى سيدك فأبتعك منه بحلي هند ثم نتزوج. فات الوقت، تنحى الآن. ويحك ما قلتي، أليس هذا ما كنت تطلبين؟ لا أحل لك من بعد يا وحشي. قد أسلمت واتبعت الرسول. فعلتي؟ إن شئت أن تكشف سري لسيدي فافعل، فوالله ما أنا خير من سمية بنت خياط ولا بلال بن رباح. بلال بن رباح يا وحشي. يا معشر قريش، لئن اختلفنا في الدين فإننا نجتمع على عدو واحد، محمد وأصحابه. فقد زاحمنا القوم في تجارتنا وكنا نختص بها قبل ذلك دون أهل يثرب، وملكنا بها رقابهم حتى جاء محمد وأصحابه. وقد جئناكم بخطة تستأصل شأفته فندخلها عليهم من أقطارها. أما غطفان فعاقدناهم على أن يمدون ب6000 مقاتل ونعطيهم كل تمر خيبر لسنة واحدة، فقبلوا منا وقد قلنا. فقولوا. وبنو قريظة أطامهم تمنع يثرب من جنوبها الشرقي، ونعلم أنهم عاهدوا محمدا ألا يمالئ عليه أحدا ولا يناحر عدوا ضده. نعم فعلوا، وفعلنا مثلهم من قبل، وهم أبناء ديننا. فإن رأوا عديدنا واطمأنوا إلى تفوقنا انحازوا إلينا وتركوا عهودهم معه، وأنا زعيم بذلك. ثم أن هناك جماعة من أهل يثرب ما زالوا مخالفين له، وإن أظهروا له غير ذلك ليتقوه يدعونهم المنافقين، وهم خير الأوس والخزرج، وما زالوا حلفاءنا. ندبر معا. هلموا إذن، نحلف ونتعاهد دونكم أستار الكعبة. نحلف بالله ألا يخذل بعضنا بعضا، وأن نكون يدا واحدة على محمد ما بقي منا رجل. نخرج لهم يا رسول الله وقد رمتنا العرب بقوس واحدة. إن كنا بأرض فارس، إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليها فلا تصل إلينا، أو ننضحها بالنبل. بلى يا رسول الله، قد جاءنا سلمان برأي حسن، وما عرفت العرب مثله من قبل، فلا يدري القوم كيف يصنعون عنده. أنا أنحاء المدينة محصنة إلا شمالها، ففي الشرق حرة واقم
وفي الغرب حرة الوبرة ولا تحسن الخيل السير فيها. أما جنوب المدينة فالدور فيها عالية متلاصقة كأنها السور، وخلفها نخيل يعيق الجند، وإلى شرقها آطام بني قريظة وقد عاهدونا ألا يواطئوا علينا عدوا. فنحفر الخندق شمال المدينة أمام جبل سلا. علي هذه الصخرة فلا يبلغ منها هذا المعول. قد سمعك رسول الله يا سلمان. القوم منا شيئا، فإن رسول الله قد ضرب صخرة مستغلظة 3 ضربات، لمعت معها 3 برقات، وكان يبتسم في كل مرة، فلما سألناه قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرة إن شاء الله. أما الثانية فأعطيت بها مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. وأما الثالثة فأعطيت بها مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. فإن كنتم مؤمنين حقاً وصدقتم رسولكم فما يغركم اليوم ما تلقون، وقد علمتم علم اليقين ما جعل الله لكم في قابل الأيام. صدق عمر، والله لقد كان الذي قال وأنا شهدته. بارك الله فيك يا سلمان، فلولا فضل الله ثم رأيك لما اهتدينا إلى حفر هذا الخندق نعصم به مدينة رسول الله. ذلك هدى الله. سلمان منا معشر المهاجرين. بل منا معشر الأنصار. قد سمع رسول الله مقالتكم في سلمان، وهو يقول: سلمان منا أهل البيت. الله أكبر، الله أكبر، وأعظم بها كرامة. هنيئا لسلمان، ولولا أني من المهاجرين لأحببت أن أكون مكانه. قصور الشام وفارس واليمن قد غر هؤلاء دينهم.
سلمان الفارسي رجل من فارس، أخذ أسيرا وجيء به إلى يثرب، فكان عبدا عند رجل من القوم. فلما قدم محمد دخل في دينه والتحق به، هو الذي رأى لهم هذه المكيدة، ما كانوا يعرفون مثلها، وقد فوجئنا كما فوجئتم. إنهم لا يمنعوننا من الدخول عليهم إلا بقدر ما يحصرون أنفسهم وراء الخندق. فلنرى كم يصبرون على انقطاع القوت، لا نبرح حتى يعضهم الجوع فيلزمهم الخروج إلينا. ما فعل بنو قريظة؟ فإن أطامهم تحمي يثرب من الجنوب الشرقي. ويحك يا كعب، افتح لنا الباب. ويحك يا حيي، إنك رجل مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. افتح لي أكلمك. ما أنا بفاعل. ورب موسى ما أغلقت دوني إلا عن طعامك أن آكل منه. افتحوا الباب. ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. جئتني والله بذل الدهر وبغمام لا ماء فيه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ولو كان ينفع تدبيرك لنفعك وقومك بني النضير، ولم تجلوا منازلكم إلى خيبر. كان ذلك حين تعجلت عليه بنفسي وقومي، أما الآن، أما خرجت فرأيت عدة الأحزاب قد ملأوا الساحات عند أحد؟ وما قومي بنو نضير وقومك بنو قريظة؟ ألسنا كلنا يهودا؟ وهذا يومنا إذ نضرب العرب بالعرب. أما أنت وبنو نضير فقد أقصيتم عن يثرب إلى حصون خيبر، وأما أنا وبنو قريظة فما زلنا في يثرب قريبا من محمد وأصحابه، فإذا انفض جمع الأحزاب ولم يبلغوا شيئا من محمد عدت أنت إلى خيبر واستعصمت بها بعيدا، ونبقى نحن طعمة لأصحاب محمد إن نحن واطأناك الآن عليهم. لن تغادر الأحزاب حتى يبلغوا غايتهم، وأنت، أنت الضمين على ذلك. نعم، فقد استعصم محمد بالخندق من الشمال، وأمن على ظهره بأطام قريظة من جنوب شرق يثرب، فإذا مالأت الأحزاب عليه وخلعت عهدك معه انكشفت ظهور المسلمين وصاروا بين فكي السبع، فأين يذهبون؟ وإني أعاهدك لأن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. يا رسول الله، رأيت قريظة يصلحون حصونهم ويسهلون طرقهم ويجمعون ماشيتهم، وما أحسبهم إلا يغدرون. يا بني قريظة، يا بني قريظة، ما خبر نمي إلينا؟ أحقا تهمون بنقض عهدكم مع رسول الله؟ من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. قتلكم الله، أما كنت والأوس أحلافكم ندفع عنكم ونحفظ ذمتكم؟ ذاك قبل أن يأتي هذا الرجل الغريب الذي لا نعرفه فيتولى علينا وعليكم.
أخذتم بها إلا الأحزاب يتقوون بها علينا. هذا هو عهدكم مع رسول الله يا بني قريظة؟ هيا عودوا قبل أن نضع السيوف فيكم. هيا، أما الإبل وما عليها فقد أغنمنا الله إياها، فارضوا من الغنيمة بالسلامة. هيا قتلكم الله.